اللي عايز اقوله لك يعني انت كمان انا ما بعرفش كمان معلش يتقال اسمه قدامي وما اقفش عنده، العظيم احمد زكي اللي دايما اللي هو دايما اقول عنه طول عمري واكتب كده طول عمري عنه انه احمد زكي سقف التمثيل العالي، و يعني انت عارف الواحد لما يبقى في حد زي احمد زكي يتلكك عشان يتكلم عنه حقيقة حاجة يعني موهبة جبارة يعني، وفي النوع بتاع يعني الطريق اللي اختاره احمد زكي ان هو دايما كان عايز يتحول من احمد زكي الى الشخصية في النوع ده من التمثيل، لان في انواع اخرى انك ممكن تجيب الشخصية ناحيتك انت ده طريقة تانية، بس في النوع بتاع احمد وهو النوع اللي انا احبه وانتميله وافضل دايما اعمله احمد هو مثلي الاعلى. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه.